اللي يخلي علي معلول النهارده يعتذر لزمايله النهارده بعد الهجوم الشديد عليه من الجماهير اللي بيتاثر بيه اللعيبه النهارده دخل لزمايله واعتذر لهم عن الخطا اللي وقع فيه في الهدف التاني في مباراه بيراميدز لا يا سيدي تعالي معلول يعني لا علي معلول يا ماده للاهلي علي معلول يا ماده كثيرا للنادي الاهلي علي معلول يا ما مباريات للنادي الاهلي علي معلول في وقت كان الاهلي كله وحش علي معلول كان بيبقى هو اللي كويس فمش خطا ومباراه وهزيمه بس مش نهايه العالم لا مثلا الاهلي فارق سبع تمن تسع نقاط عن المنافس بتاعه ولا الاهلي مثلا خسر كاس ولا الاهلي خسر بطوله لسه كل الامور قائمه زي ما كنا بنقول دايما على الزمالك كده انت يا نادي الزمالك في اول الموسم كنت بقول الكلام ده اه النتائج مش كويسه بس الدوري لسه بدري اثبت وركز وظبط امورك هتلاقي نفسك زي ما الزمالك دلوقتي كده في الصداره الامور بتتحسن الجماهير برضو وقتها كانت بتهاجم كل الناس كل الناس ليه هو الدوري كده الطبيعي كده انك تكسب كتير لو انت هتاخد الدوري تكسب كتير وتخسر وتتعارك لبعض المباريات تخسر شويه تتعادل شويه ده وارد عشان انت مش بتلعب لوحدك زمان كان ده بيحصل دلوقتي مش هينفع يحصل ببساطه شديده النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ قرر تغريب محمد عبد المنعم بعد المشده اللي حصلت بينه وبين رمضان صبحي بعد نهايه المباراه ومحمد عبد المنعم لاعب كبير ولاعب رائع واسم كبير دلوقتي مع منتخب مصر ومهم محتاج بس محمد عبد المنعم يبقى هادي يبقى هادي هو لاعب مهذب بالمناسبه اللي محمد عبد المنعم هو لاعب مهذب جدا مش من الناس اللي هي دماغها او المنتجات بتاعتها فيها مشاكل لا هو هادي ومهذب بس احيانا حتى بشوف في الملعب يعترض احيانا على زمايله زمايله بيعترضوا عليه بيزاع بيتنرفز بيتعصب لا انت لعيب ما شاء الله يعني ما شاء الله أول مشاركة لمنتخب مصر أنت كنت موجود في منتخب بطولة كأس الأمم الأفريقية، موجود في منتخب أفضل اللاعبين يعني. فهو لاعب كبير ورائع. يركز يفضل مركز في اللعب ويفضل يركز في أدائه المميز جدا وما يركزش في أي حاجة تانية خالص. ده بالنسبة لي محمد عبد المنعم لكابسة سيد حذره أنه يكرر التصرفات دي مرة أخرى في الفترات اللي جاية. ياسر ابراهيم وارد جدا انه يظهر في التشكيل الاساسي قدام نادي الزمالك ريكاردو سواريش بيفكر يدفع بياسر ابراهيم في خط الدفاع سواء مكان ايمن او محمد عبد المنعم لسه ما خدش قراره في هذا الامر بس هو حابب انه ياسر ابراهيم يخش التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي قدام الزمالك في مباراه الكاس يوم الخميس اللي جاي كمان الاهلي قرر تغريم اليو ديانج بعد حصوله على الانذار الثالث امام بيراميدز وده بقرار من الكابتن سيد عبد الحفيظ هو شايف انه اليو ديانج بعد الانذار الثالث كان الامور ممكن يتفاداها وممكن الاهلي كان يستفيد باللاعب في مباراه الجونه المقرر ليها يوم الحد في الدوري عشان بس تبقوا فاهمين هو الانذار الاخير ده خدوه في مباراه بيراميدز عشان الناس تبقى فاكره احيانا طب كده يغيب على مباراه الزمالك مش مباراه الجونه الزمالك دي بطوله كاس وكاس الموسم الماضي كمان لكن الانذار اللي خده اليو ديانج كان في مباراه بيراميدز في الدوري يعني هيغيب بسببها عن مباراة الجونة في الدوري يوم الحد اللي جاي